صباح الخير، يا صباح السعادة والتفاؤل والرضا، وعيش حياتك وإزاي نعيشها صح ونخس من غير حرمان. حلقة النهاردة بكرر مرة تانية الشكر للفريق الطبي الخاص ببرنامج عيش حياتك. كل الناس اتصلوا مبارح وفعلا شكروهم على المتابعة 24 ساعة، سواء على التليفون أو واتساب أو على رسائل صفحة الفيسبوك الخاصة بعيش حياتك. فأنا من عندي بشكرهم وبقول لهم فعلا هم كانوا قد التحدي، قد التحدي اللي احنا دخلناه مع كل الناس اللي عايزة تخس، وكسبنا التحدي. والدليل طبعا الصور اللي بتنزل والتليفونات اللي بتجيلنا من الناس اللي متابعة معانا. فبكرر شكري مرة تانية للفريق الطبي خاص بعيش حياتك والفريق العمل طبعا كله. تاني حاجة بشكر الناس اللي متابعة معانا، والتاني مرة بشجعهم ان هم يكملوا معانا حلقات التحدي علشان نخس اكتر ونبقى في احسن حال واحسن صحة، مش عشان بس شكلنا، لا علشان خاطر صحتنا. اللي انا دايما بقول السمنة مش علشان خاطر شكلي والبس حلو، لا علشان خاطر صحتي تبقى افضل. طيب اول حاجة صوروا ارقام الفريق الطبي اللي هتنزل معاكم على الشاشة، كلموهم فون او واتساب او لينك صفحة الفيسبوك هينزل دلوقتي علشان تتواصلوا معانا. وازاي نخس صح، وازاي نخس من غير حرمان، وازاي نخس ويبقى شكلنا افضل وصحتنا افضل، وده المطلوب. لان في رجيمات كتيرة جدا جدا بس النتيجة بتبقى يا اما بطلع منها بانيميا، يا اما جسمي بيكون متأثر، يا اما بشرتي بتتبهدل وشعري بيقع. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين نخس بس نبقى احلى وتبقى صحتنا افضل، وده اللي بيبقى معانا مع كورس لينك اب. تعالوا كده نشوف احنا معانا كورس ايه النهارده، كورس التحدي، كورس لينك اب، وهو عباره عن ايه. كورس لينك اب مجموعه كبيره جدا من المكملات الغذائيه، طبعا كل حاجه على حسب حاله اللي بيطلب، يعني مش كله زي بعضه. مش معنى ان واحد اخذ الكورس وخس ان التاني يبقى زيه، لا طبعا كل حاله مختلفه عن التانيه. كورس لينك اب عباره عن كورس مسجل ومرخص من وزاره الصحه. احنا عندنا مكونات طبيعيه، اكتر حاجتين مشهورين تسمعوا عنهم ايه؟ القهوه الخضراء والمورينجا، وليهم دور كبير جدا جدا في التخسيس ومضادات اكسده، وان هم بيمنعوا تكتلات الدهون، وان هم بيثبتوا نسبه السكر والكوليسترول في الدم، وان هم بيحموني من الاصابه بامراض القلب، وبينزلوا الميه الزياده لما بيكون في ناس عندها احتباس سوائل. يعني زي ما بنقول دايما المورينجا الصيدلية المتنقلة علشان خاطر الناس كده تفتكر، ودول من أشهر الحاجات. لو انتوا دخلتوا على جوجل كده وكتبتوا أعشاب المورينجا أو القهوة الخضراء هتشوفوا أهميتها كبيرة جدا جدا في التخسيس، ومش بس كده في الصحة العامة، يعني أنا هخس وصحتي تبقى أفضل. تالت حاجة معانا في كورس لينكاب وهي كبسولات سد الشهية. ليه بقى بنعمل كده؟ علشان خاطر في ناس عندها مشكلة انها بتاكل كتير فبتتخن، فبتدور على حاجه تقفل الشهيه بس ما تشتغلش على مراكز المخ. وهي دي الفكره، ان انا عايزه حاجه اخدها تزود الشبع. ازاي؟ ان انا لما باخدها بشرب ميه كتير فبتاخد فوليوم اكبر من المعده، وبالتالي ما باكلش اكل كتير فبخس. وده التكنيك او الميكانيزم بتاع شغل كبسولات المعده الذكيه اللي كلكم بتسمعوا عنها، الكبسوله الذكيه او بالون المعده، اللي هو بالظبط زي ما بقول انا باخدها وبشرب مية كتير كل شوية بتخلي الإحساس بالعطش كتير، وده مهم برضو شرب المية لأنها بتزود الحرق، ده من الناحية التانية، وبتملى المعدة فبتخلي الحجم اللي باقي من المعدة قليل جدا، وده الحجم اللي بيبقى فاضي إن أنا استقبل الأكل، عشان كده بنخس. فيتامين دال، وفيتامين دال مهم قوي قوي، ونقصه بيعمل سمنة موضعية، نقصه بيعمل كرش، نقصه بيعمل خمول، نقصه بيعمل تساقط في الشعر والجلد بيدمره. فنقص فيتامين دال لازم إن أنا أعوضه بفيتامين دال اللي موجود معانا، جزء مهم جدا من كورس لينك اب. عندي نقط الحرق اللي انا بقول دايما نستخدمها على الاكل، على العصير، على اي مشروبات بنشربها، وهي عباره عن ايه؟ خل تفاح. وخل التفاح زي ما كل الناس عارفه مهم قوي، بيحفز الحرق، وحاجه كمان بينشط البكتيريا النافعه اللي موجوده في المعده، فخل التفاح حلو جدا جدا للتخسيس. عندي كولاجين، عندي اوميجا 3، عندي الراسبري، عندي حاجات كتيره جدا خاصه بكورس لينكاب، كل حاله على حسب وضعها مش كله زي بعضه. ومش بس كده، متابعه الفريق الطبي اللي انا شكرته اول حلقه بتبقى متابعه مجانيه، وبيوصلك الكورس لحد البيت مجانا، وكمان نظام غذائي مجانا، كل ده بيوصلكوا. غير طبعا ان كل حلقه من حلقات عيش حياتك بيكون فيها هدايا للناس اللي بتطلب معانا كورس لينكاب. امبارح الناس اللي اتصلوا واخدوا معانا كورس لينكاب اخدوا خصم 50% اول 100 متصل، فعايزين كده تتنشطوا كده في الحلقه علشان خاطر ناخد الخصومات وكمان ناخد الهدايا. وعندنا هدايا كتيره، عندنا شامبو علاجي، عندنا كريم العنايه بالبشره، في فيتامين سي، في زنك، في اوميجا 3، وبرده كل حاجه على حسب الحاله. فالنهارده حلقه من حلقات التحدي، وازاي نخس صح وناكل كل اللي في نفسنا ونبقى افضل. بفرح جدا بالناس اللي بيقولوا لي احنا بقت صحتنا افضل، انا شعري كان بيقع بس ما بقاش بيقع،
انا بشرتي كانت شحبه وعندي هالات سوداء، بس لما اخذت الكورس الدنيا بقت افضل كتير، لان طبعا الكورس فيه مالتي فيتامينز، وده من الكورسات القليله جدا جدا في الاسواق في الماركت يعني الطبي اللي بيكون فيه فيتامينات جوه الكورس. طيب احنا دلوقتي عندنا زي ما بقول ارقام الفريق الطبي، وهيبقى معانا على الواتساب او فون ولينك صفحه عيش حياتك. تعالوا احنا عندنا اسئله فيسبوك كده نبدا بيها علشان خاطر ما ننساش الناس معانا. اول سؤال عادل انديل بيقول لي بقى انا عندي مشكله كبيره في منطقه الكرش، بالرغم من ان انا مش باكل كتير، انا بشتغل سواق نقل تقيل والموضوع ده مسبب لي وجع في ظهري، عندي 43 سنه وزني 102 طولي 178. طبعا انت عندك كذا مشكله بس معانا هتتحل، ومع كورس لينك اب هتتحل. اول حاجه طبعا ان انت بتسوق مسافات طويله فقاعد، علشان كده طبعا مش بتقدر ان انت تتحرك، واحنا بنحتاج الحركه علشان نحفز الحرق، فعملت لك الكرش. الكرش ده بقى بيجي باسباب كتيره، ممكن اكل غلط جانك فود، او انت وانت ماشي مال بتلقط، ممكن كافيين كتير بتشرب قهوه وشاي كتير، ممكن السهر بالليل لان انت سواق نقل تقيل فعامه بيسوقوا بالليل، فالسواقه بالليل دي بتزود، او الصحيان بالليل بيزود افراز هرمون الكورتيزول فده بيعمل كرش. ففي اسباب كتيره جدا جدا يا عادل للكرش، ولما الكرش بيزيد بالتبعيه بيأثر على فقرات الظهر طبعا وبيتعب ظهرنا. علشان كده مع لينكاب هتحتاج كذا حاجه. اول حاجه طبعا هتاخد الحاجات الاساسيه، القهوه الخضراء والمورينجا واقراص سد الشهيه، كبسولات سد الشهيه، دي حاجات اساسيه لازم كلنا هناخدها. انا عايزه كل الناس النهارده تاخد كبسولات سد الشهيه اللي هي بتملى المعده، اللي تخليني مفيش احساس بالجوع، اللي بتاخد فوليوم وحجم زياده فاكل حبات قليله. فانت عادل هياخد معانا المورينجا، هياخد القهوه الخضراء، وياخد كبسولات سد الشهيه. مش بس كده، عادل عشان الام ظهره هياخد الكولاجين، هياخد فيتامين د، مهمين جدا جدا عشان الام العظام. فالكورس بالكامل هيبقى فيه جزء علشان يخس ويقلل له الكرش، ولانه طبعا في حاجات خارجه عن ارادتنا زي السهر مثلا، وهو ده طبيعه شغله، فهنحاول ان احنا نخسس نفسنا مع نظام غذائي هيوصله طبعا من الفريق الطبي، وهو بيتابع على البيج بتاعه عيش حياتك. وكمان هياخد حاجات تساعده في ان هي تخفف الام العظام زي فيتامين دي والكولاجين، ودول طبعا موجودين معانا في كورس لينك اب. طيب عندنا سؤال تاني، علا بتقول انا عندي مشكله، انا والده، ودي مشكله ستات كتيره قوي، انا والده من 9 شهور وزني زاد جدا بعد الحمل والولاده، انا كنت 67 دلوقتي 92 وعندي 28 سنه، في طريقه تخليني اخس وارجع لوزني قبل الحمل؟ انا عايزه اطمنك ان كلنا كستات لما بنتجوز وبنحمل وبنخلف وزننا بيزيد، ده امر طبيعي جدا والمفروض ان احنا ما نزعلش منه، بس عندي زياده شرعيه زي ما بيقولوا بتبقى من 8 ل 10 كيلو، لكن انا عندي بقى بعض المبادئ كده اللي بنقولها واحنا الناس دايما بتقولها من زمان، هي ان انا كلي لنفرين ليكي وللبيبي، فبتلاقيها بدل ما بتتخن 10 كيلو بتتخن 20 و25، وده بيكمل معاها بعد الولاده. هو كويس جدا ان هي والده من 9 شهور، ده معناه ان البيبي مش معتمد بس على اللبن، فتقدر ان هي تاخد كورس لينكاب وهي مش قلقانه، وتقدر بقى علشان خاطر تزود اللبن علشان البيبي بيرضى تشرب سوائل كتير جدا، تشرب ميه كتير جدا. اللبن يا جماعه والرضاعه مش اكل، الرضاعه سوائل، لان اللبن عباره عن دهون دايبه في سوائل، فالرضاعه ان انا اشرب سوائل كتير واشرب ميه كتير، فهيبقى في اضرار للبن بصوره كويسه جدا طالما هي ما عندهاش مشكله. وتقدر معانا ان هي تاخد المورينجا وتاخد نقط الحرق وتاخد كبسولات سد الشهيه، وان شاء الله هترجع. هي ان كانت زادت لها 20 25 كيلو في فتره كام شهر بتوع الحمل والولاده هنخسهم، ونحط تارجت كده قدامنا، هنحط تارجت 3 شهور، 3 شهور دول هخس فيهم من 20 ل 25 كيلو. بس اهم حاجه تابعي معانا ومع الفريق الطبي لعيش حياتك، ولينك صفحه الفيسبوك نازل قدامكم دلوقتي على الشاشه، وارقام التليفون طبعا وواتساب موجودين معاكم 24 ساعه، عشان كده بقول انا بشكر الفريق الطبي. طيب هو احنا ليه مش بنخس؟ يعني سؤال دايما كده بيجي لي، هو انا ليه ما بخسش؟ انا عامل دايت ومش بخس، انا ما باكلش كتير ومش بخس، انا باخد حاجات تخسسني ومش بخس، في حاله من البلاتو، جسمي ثابت، ليه مش بنخس؟ في اسباب كتيره جدا جدا تخلي الواحد ما يخسش، جسمه يفضل ثابت كده. زي ايه بقى؟ اول حاجه ان انا ممكن النظام اللي انا واخده اصلا مش مناسبني، يعني انا شفت واحد صاحبي خس على نظام معين فانا بروح اجيبه عشوائي او اجيبه من على الانترنت عشوائي واخده، هو مش مناسبني، لا مناسبني كراجل ولا ست، ولا مناسب سني ولا حالتي الصحيه ولا اي حاجه. فدي من اكتر الحاجات اللي بتفشل الدايت، ان انا بعمل نظام مش مناسبني اصلا، دي حاجه. الحاجه التانيه الحرمان، يعني ايه؟ يعني باكل قليل جدا،
يعني بوصل في ناس مثلا تبعت لي تقول لي ايه والله انا باخد مثلا ماكسيمم 900 سعر حراري في اليوم، بس انا ليه ما بخسش؟ لانك دخلتي جسمك في مجاعه، فالجسم بيحافظ على دهونه بيخاف يفقدها فما بيخسش، هو انت بتدخلي معاه عند، فعلشان كده الجسم ما بيخسش. فبرضه نظام الحرمان غلط، ما ينفعش ان انا احرم جسمي لدرجه ان انا ادخله عدد سعرات حراريه قليله. ناخد تليفون وبعد كده نكمل كلامنا. الو ايسل، ازيك يا دكتور؟ عامل صباح الفل حبيبي، صباح الجمال، صباح الجمال عليك. صباح النور. صباح الجمال حبيبتي. قولي لي ايسل، بتكلمينا منين؟ بكلم حضرتك من مدينتي. مدينتي، صباح الفل عليكي وعلى اهل مدينتي. صباح النور. قولي لي بقى ايه بقى مشكلتنا؟ بصي يا دكتور، انا في ثانيه ثانوي. تمام. عندي 17 سنه. اوكي. بس انا عايزه ابقى مضيفه طيران وكده. ايوه. ماشي، بس انا وزني زايد شويه. تمام، احنا لسه قدامنا ثالثه ثانوي الحمد لله يعني. طب قولي لي، قولي لي قولي لي وزنك وطولك كده. انا وزني 80. أوكي. وطولي 160. هو الطول الحمد لله مظبوط. انت كده جايبه، خدي بالك ال 160 انت جايبه كده ايه يعني على الاخر، فخدي بالك بقى. الحمد لله. عايزين نخس حبه حلوين، عايزين نخس حبه حلوين، عايزين نلعب في الخمسينات. ماشي، احنا 80 عايزين نلعب بقى في الخمسينات علشان خاطر على طولنا تبقى الدنيا مظبوطه، ويعني نقل اكتر قدر من ايه من الكيلوات. تمام، انت أيوة حاطه تارجت قدامك وده المهم. انا بحب قوي الناس اللي بتبقى حاطه قدامها هدف، فدي الناس دي هي اللي من الاخر يعني بيجيب معاها موضوع الدايت، ان هي بتبقى حاطه قدامها هدف وبتقول انا عايزه ابقى كذا. في حياتنا في العموم لازم يبقى عندنا اهداف. فبصي ايسل بقى، فبصي ايسل بقى ركزي كده معايا. احنا طيب انا عايزه اعرف انت بتاكلي كتير؟ يعني مثلا مشكلتك ان انت عايزه حاجه تقفل الشهيه، ولا عايزه حاجه تزود الحرق، ولا يومك ملخبط؟ هو المشكله ان انا بحب الشوكليت كتير جدا. طيب تمام، فدي اللي مخلاني قوي، وكمان بحب البيبسي. يعني بتاخدي مياه غازيه يعني؟ كتير كتير في اليوم بتشربي كتير؟ يعني ممكن لتر. لتر في اليوم؟ يعني انا كتير. بصي بغض النظر عن التخن، لتر مياه غازيه في اليوم ده هشاشه عظام. لتر مياه غازيه في اليوم كميه طيب، لتر مياه غازيه في اليوم يا جماعه ده اكسترا كافينيت، ده كافيين فظيع، ده هشاشه عظام. وبتشربي قهوه، كل الكافيين ده هشاشه عظام، كتير قوي قوي. لتر لتر يعني مياه غازيه صعب جدا. طيب بصي، احنا هنمشي على طريقين. الطريق الاولاني لايف ستايل، لازم تغيري اللايف ستايل بتاعك. يعني لازم ان احنا ناكل صح، نبطل المياه الغازيه، نبطل العصائر المحفوظه، نبطل مشروبات الطاقه وان كنت بتشربيها وارد جدا، ونحاول ان احنا ننظم يومنا، ننام بدري ونصحى بدري، بلاش السهر بالليل. فاللايف ستايل بتاعنا كده برضه عندي برضه في النوم. لا، احنا اهم حاجه زي ما بقول علشان خاطر احنا هنمشي في طريقين. الطريق الاول اللايف ستايل، الهيلثي لايف ستايل اللي انا دايما بدور عليه، وتاني حاجه كورس لينكاب. تاني حاجه بقى ده تاخديه، اولا هينظم لك موضوع الحرق علشان خاطر لو انت عندك مشكله في الحرق هيبدا يقفل معاكي الشهيه، فما تقعديش تاكلي عمال على بطال. انت واضح انك بتحبي الحاجات المسكره، بتحبي الحاجات اللي فيها كافيين. مع الوقت الجسم بيدمن الكلام ده، يعني بيبقى حاسس ان هو عايز ياكل سكر، حاسس ان هو عايز كافيين. الناس اللي بتشرب قهوه، هو اللي هو ادمان، لان انا من صغري وانا بحب قوي الحاجات المسكره وكده، فعشان كده بس تخنت. الناس اللي بتشرب قهوه يعني كميات قليله. اوكي، الناس اللي بتشرب قهوه ومشروبات طاقه بتوصل لمرحله ان هي بتبقى مدمناها علشان بتاخد جرعات عاليه من الكافيين، فبيدخل معاها في ادمان، فبنبدا نسحبها واحده واحده. ما اقدرش اقول لك امنعي مره واحده، لكن نقلل نقلل جراديولي كده، ايه بالتدريج. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه هنبدا ان احنا ناخد كبسولات سد الشهيه. خدي بالك ركزي عشان تطلبي الكلام ده من الفريق الطبي، كبسولات سد الشهيه علشان خاطر يعني ما تبقيش عماله تاكلي عماله على بطال، تشيبس، حاجات ساقعه، شوكليت. هتاكلي بس بكميات بسيطه، ماشي، وانت دلوقتي عندك هدف فاحنا عايزين نحققه. وبعدين نبدا ناخد المورينجا، اعشاب المورينجا. هتعمل ايه بقى المورينجا والقهوه الخضراء؟ هيثبتوا نسبه السكر في الدم، فمش هتخليه سكر طالع نازل، وتكنترول الانسولين فمش هتخليه طالع نازل، وده اللي بيسبب ان انا نهم للحلويات. انا عايز اكل حاجات مسكره، انا نفسي اكل حاجه مسكره، فلما ناخد المورينجا والقهوه الخضراء هيثبتوا لي مستوى السكر في الدم، علشان كده هتلاقي نفسك مش عايزه تاكلي حلويات كتير، هيظبط معاكي احساس اكل الحلويات. وتاخدي بقى فيتامين د، فيتامين د هيبدا يوزع لك بقى الدهون على جسمك، يعني ما تلاقيش نفسك مثلا في ارداف، في بطن. السمنه الموضعيه بتبقى نتيجه نقص فيتامين د. دي بقى المشكله، انا عايزه اظبط الشيب بتاع الجسم عشان خاطر اوكي المواصفات. تمام، ده دور فيتامين د، فيتامين د علشان خاطر يوزع الدهون اللي متكتله دي ويمنع السمنه الموضعيه. طب الدهون اللي هفقدها دي هتروح فين؟
جسمي هيحولها لطاقه، فهبقى اكتف وهبقى نشيطه اكتر. هاخد بقى نقط الحرق كمان هحطها على العصير، على الميه، على السلطه، على اي حاجه. واهم من ده كله تبداي تنظمي اكلك. بصي ابعدي عن كل ما هو ضار، يعني عودوا نفسكم كده على ان انتوا تبعدوا عن كل ما هو ضار، كافيين، نيكوتين، حلويات كتير، دقيق ابيض، سكر، ملح كتير، كل الحاجات اللي احنا للاسف بنحبها نحاول ان احنا نقلل منها على قد ما نقدر، لان هي بتدمر جسمنا. فانت هتمشي زي ما بقول في طريقين، الطريق الاول كورس لينكاب وتاخديه وادي ارقام الفريق الطبي، والطريق الثاني اللايف ستايل الصحي اللي انا باكد عليه. حلقتنا النهارده مكمله، استنونا بعد الفاصل وعيش حياتك وازاي نعيشها صح وهنخس من غير حرمان. رجعنا لكم مره تاني من الفاصل وعيش حياتك وازاي نعيشها صح، واحنا ليه مش بنخس وايه اسباب الكرش وايه المشاكل اللي على طول حوالين الدايت وايه الملل من الدايت، انا بزهق، انا مش عايزه اكمل. الحاجات دي كتيره قوي اسئله، او اسئله كتيره جدا دايما بتدور في دماغ اللي عايز يعمل دايت، هقدر اكمل ولا لا؟ اهم حاجه لينك صفحه عيش حياتك نزلت قدامكم علشان اي استفسارات تخص الدايت. ومره تانية الفريق الطبي موجود معاكم 24 ساعه فون او واتساب. والنهارده معانا كورس لينكاب. كورس لينكاب مكوناته كتيره جدا جدا بس بتقضي على اغلب المشاكل المسببه للسمنه. لو باكل كتير، لو الحرق قليل، لو عندي سمنه موضعيه، لو عندي ترهلات، لو عندي وجع في عظمي، كل الاسباب اللي بتؤدي للسمنه والمشاكل اللي بتجيلنا من السمنه مع كورس لينكاب بتتحل، لان هو زي ما بقول صيدليه متنقله. قهوه خضراء، مورينجا، دول بيزودوا الحرق جدا جدا مع ان هما مضادات اكسده بيثبتوا نسبه السكر في الدم علشان الناس اللي عندها سمنه ومرض السكر. فدايما بننصح بيهم الناس اللي عندهم سكر ان احنا نقول لهم خدوا اعشاب المورينجا وخدوا القهوه الخضراء علشان يثبتوا نسبه السكر في الدم ويعملوا كنترول لافراز الانسولين وكمان يخسسوا، يعني بيعملوا الحاجتين. فيتامين د علشان خاطر السمنه الموضعيه اللي بتضايق ناس كتير، تكتلات الدهون في مكان ومكان لا. الاوميجا 3 مش بس عشان التركيز، الاوميجا 3 بالبلدي كده بتكنس الدهون الضاره علشان خاطر تمنع تصلب الشرايين، فمهم قوي علشان خاطر طبعا التركيز وان الواحد يبقى اليرت وفاكر والذاكره، وكمان علشان خاطر تحميني من امراض تصلب الشرايين ومشاكل الكوليسترول والدهون اللي عند اغلبنا. طبعا عندنا نقط الحرق وعندنا الراسبري، عندنا حاجات كتيره مش بس كده. متابعه الفريق الطبي مجانا، كورس هيوصلكوا شحن مجانا، وكمان هتاخدوا هدايا الكورس. اللي هياخد كورسين هياخد التالت مجانا، غير طبعا الهدايا اللي احنا متعودين عليها، شامبو العلاجي وكريم البشره وفيتامين سي والزنك. بصوا في حاجات كتيره جدا، بس المهم تتصلوا وتاخدوا كورس لينكاب. السؤال الاساسي، ايه اسباب الكرش اللي كل شويه بيتبعت لي حتى في الفاصل؟ اسبابه ايه؟ اسبابه كتيره جدا، مش بس الاكل. لا، في حاجات ممكن تبقى مش اكل، انا مش باكل كتير بس عندي كرش. الضغوط العصبية والاسترس بتزود الكرش، لأن هي بتزود إفراز الكورتيزول، فعلشان كده ده بيتركز في الدهون الحشوية اللي موجودة في البطن. حاجة كمان، الأكل اللي مش مظبوط طبعا، دي حاجة. قلة شرب المية، أنا عايز أكل بروتين وعايز أكل ألياف، بس أنهي ألياف؟ ودي أرقام التليفون نزلت قدامكم. أنهي ألياف؟ مش الأوراق الخضراء اللي هي ممكن تبقى تعمل صعوبة في الهضم أو تتعب القولون، لا. الألياف اللي بتتحول لجل في المعدة، يعني البطاطس، البطاطا، كل الحاجات دي حلوة جدا وبتنظم حركة الأمعاء وبتساعد على فقد الدهون اللي موجودة في الكرش. المياه الغازية، السكر الأبيض، المخبوزات اللي معمولة بدقيق أبيض، علشان الناس، بس في ناس بتحب المخبوزات بصورة كبيرة جدا، مشروبات الطاقة نبعد عنها، نقص فيتامين د، كل الحاجات دي بتعمل كرش. عدم تنظيم النوم، ان انا اسهر بالليل وانام بالنهار، كل الحاجات دي بتزود الكرش، مش بس انا مخفف اكلي وعندي كرش، بتلاقي واحد رفيع وعنده كرش. فدي اسباب الكرش اللي احنا لازم نقضي عليها. وفي كورس لينكاب هتتظبط، لان في حاجات هتزود الحرق، في فيتامين د هيعوض النقص في فيتامين د اللي موجود، في خل التفاح اللي هو موجود في نقط الحرق اللي هيعمل ينزل الميه اللي هي بتبقى فيه احتباس سوائل، القهوه الخضراء والمورينجا، كل الحاجات دي هتساعد في فقد الدهون الحشويه اللي موجوده في منطقه البطن. هناخد خلود ونكمل كلام. خلود، صباح الخير. صباح النور يا دكتور. صباح الجمال. إيه؟ الحمد لله يا جميله بخير. قولي لي اخبارك ايه؟ بتكلمينا منين؟ الحمد لله، بكلم حضرتك من الجيزه. من الجيزه، صباح الجمال عليكي وعلى اهل الجيزه. ربنا يخليكي. قولي لي بقى يا خلود، ايه مشكلتنا؟ والله مش مشكلتي، دي مشكلة حماتي. قولي لي طيب ايه المشكلة؟ هي عندها 55 سنة ووزنها زايد قوي، بس انا مش عارفة هي كام بالظبط. يعني معدية المية؟ يعني مثلا ممكن 110 115. إيه هي طويلة ولا قصيرة زي حالتنا كده؟ متوسطة كده. متوسطة كده، تمام. اوكي، عندها مشاكل صحية؟
عندها سكر وضغط. عندها سكر وضغط. وعيد مرة تانية ان اي حد عنده سمنة ومعاه امراض مزمنة زي السكر والضغط لازم يخس، لازم يخس اجبار، وده دورك انت طالما بتدوري على حماتك. طبعا ده شيء جميل جدا يعني، الحمد لله يا رب، الحمد لله مكالمة ما فيهاش مشاكل اهي. فكويس جدا ان انت مع كورس لينكاب هتخس، وكمان هيعمل كنترول لحالتها المرضية. لسه كنت بقول القهوة الخضراء والمورينجا للناس اللي عندهم ضغط وعندهم سكر مهمين قوي قوي قوي. خدي بالك كده، ركزي معايا، وادي ارقام الفريق الطبي نزلت قدامكم على الشاشه عشان تكلموهم فون او واتساب، ولينك صفحه الفيسبوك، ادي الارقام موجوده قدامكم مره تانية علشان الناس اللي ما لحقتش تصورها قبل الفاصل، الارقام موجوده فون وواتساب. طيب نرجع ونقول القهوه الخضراء والمورينجا الاثنين دول مره تانية صيدليه متنقله بتعمل استقرار لنسبه السكر في الدم ونسبه الانسولين، فما يفضلش طالع نازل. فالناس اللي عندها سكر بتحافظ على استقرار حالة السكر، محدش بيخف. يعني علشان نبقى بس واضحين مع بعض، الأمراض المزمنة زي السكر والضغط مش بنخف، بس حالتنا بتبقى مستقرة. تمام، سمعاني يا خلود؟ علشان أهم حاجة استقرار الحالة، فهنخس وكمان يعمل استقرار الحالة. فهناخد القهوة الخضراء، هناخد المورينجا، لو مش معانا ركزي بقى من التلفزيون، هناخد فيتامين د مهم قوي 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 علشان خاطر برضو استقرار الحالة الصحية لمريض الضغط والسكر، وهيساعد في ان ما يبقاش فيه دهون موضعية او سمنة موضعية. فمهم برضو ان انت تاخديه، هتحط لها نقط الحرقة على المشروبات اللي بتشربها، وننظم بقى اكلنا، ده مهم قوي. ان شاء الله تبقي من اول 100 متصل علشان توصلك هدية الحلقة. فكورس لينكاب مش بس هيخسس حماتك يا خلود، لا، الأهم إن هو هيحافظ على استقرار الحالة الصحية، وده اللي أنا بأكد عليه عشان الناس اللي بيبقى عندها ضغط، عندها قلب، عندها سكر وعايزة تخس ما تقلقش، لأن مكونات كورس لينكاب، وطبعا لما تتابعوا مع الفريق الطبي اللي أرقامه موجودة قدامكم دلوقتي، هتساعد على استقرار الحالة الصحية، وده المهم علشان خاطر الناس اللي بتسأل ينفع ولا لأ. وخصوصا إن هو طبعا زي ما بقول مرة تانية إن هو مسجل ومرخص من وزارة الصحة، فآمن، والفريق الطبي معاكوا 24 ساعة فون أو واتساب. فبالنسبة لخلود هنخسس حماتك، وفي نفس الوقت استقرار الحالة الصحية مهم جدا جدا. طيب أنا مصطفى بعت لي بيقول لي أنا بشرب مشروبات طاقة، وده اللي أنا كنت لسه بقول عنه، وصلت لحد الإدمان، وكمان زودت وزني جدا جدا، وحاسس إنها بعد ما كانت بتعمل لي نشاط بدأت أهمد وأهبط، وزني يزيد ونبضات قلبي تزيد. أكيد المشروبات بتاعة الطاقة ايا كان انواعها بقى، في منها الرخيص وفي منها الغالي، بس هي بتعتمد على جرعات عالية جدا من الكافيين، تبقى حمل زيادة على القلب، بتزود نبضات القلب زي ما انت بتقول، وبتتحول بعد ما كانت بتديك طاقة ان هي تعمل نتيجة عكسية، فيها سعرات حرارية عالية جدا جدا فبتزود الوزن. هنبدأ نسحبها واحدة واحدة علشان بقول انها بتوصل لحد الادمان، الكافيين الزيادة زي النيكوتين زي الادمان، فيبدأ ان احنا نسحب واحدة واحدة ونبدأ ناخد بدلها قهوة الخضراء، المورينجا، أقراص سد الشهية هتبقى مهمة جدا معاك، وتبدأ ان انت تنظم حياتك وتبقى حياة صحية. المفهوم بتاع الحياة الصحية واللايف ستايل الصحي ده هو المفهوم المنتشر دلوقتي، ان الناس بتدور على الحياة الصحية. بحافظ على سني في الأربعين من وانا في العشرين، والخمسين من وانا في الثلاثين. خدوا بالكم. ناخد شروق. ألو. ألو. شروق صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك يا دكتورة؟ تمام يا جميلة بخير، قوليلي بتكلمينا منين؟ انا من اسكندريه. اهلا بيكي، اهلا بيكي. لسه امبارح برضو كان من اسكندريه وبيقولوا لنا مش هتجولنا، بس هنجيلكوا قريب باذن الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا حبيبي. قولي لنا بقى مشكلتك ايه يا شروق؟ بصي يا دكتوره، انا كنت مخطوبه. أوكي. وانا بصي انا وزني 160. اوكي 160. هتقولي 160. أوكي. ووزني 130. اوكي تمام ماشي. وكنت مخطوبه وخطيبي سابني بسبب ان انا تخينه، وجسمي كمان مش مظبوط. سابك عشان انت تخينه؟ اولا ما تزعليش، هو عامه الناس دي ما يتزعلش عليها، علشان بس انا بتضايق قوي من حد بقى يبقى زعلان، فمبدئيا كده عادي ما فيش مشكله، راح بقى طنشي يعني. بس انا دخلت في حاله اكتئاب، وبعدين بعد الفتره دي كلها خدت قرار بقى ان يا حبيبه قلبي مش دي الحالات اللي ندخل لها في اكتئاب، مش دي الحالات اللي يتزعل عليها. يعني واحد سابك علشان خاطر وزنك ده ما يتزعلش عليه، ده مع السلامه، والقلب مش داعي لك كمان. مع السلامه كده على طول، وابدا بقى فوق لنفسي، وده تاخديها تحدي. عارفه انا دايما بقول كده، لما بيبقى عندي مشكله او بيبقى عندي ازمه انا باخدها تحدي، فبشتغل على نفسي علشان ابقى افضل. فدي فعلا ان انا اكتسبته من الحياه بقى مع الخبرات ومع العمر والحاجات دي كلها. ركزي ان انت لما يبقى عندك مشكله حوليها ان هي تعمل لك تحفيز عشان تبقي افضل.
ده اهم حاجه. تمام. وما تزعليش على الناس اللي ما تزعلش عليها، ده كده من العينه اللي ما تزعلش عليها، فمع السلامه يعني. وتبداي بقى تفوقي لنفسك، لازم انا نخس. بقى بدات ازعل بقى واتضايق علشان انا يعني حتى كمان شكلي ما كانش حلو، حتى هو بدا يكرهني في نفسي. لا يا حب، لا 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 خالص خالص، بالعكس بقى احنا هناخد الكلام ده كله يحفزنا عشان نكمل ونبقى افضل، يحفزنا عشان نكمل ونبقى افضل. وحطي ده في دماغك ان انت دلوقتي هدفك مش اللي راح، اللي راح ده راح خلاص كده، ما تفكريش فيه وما تبكيش عليه، وده مش من الانواع اللي تبكي عليها. الواحد يزعل على الحاجه الكويسه لما تروح منه، الواحد يزعل على الحاجه القيمه لما تروح منه، لكن حاجه مش ذات قيمه ما تزعليش عليها. فكري في نفسك بقى، حولي الموضوع كده ايه على نفسك. شفتي النصيحه الجامده دي؟ عشان ايه الرجاله هيزعلوا مني دلوقتي. نبدا أيوة ان احنا خلاص بقى يعني قررت اني لا خلاص كده يعني. ايوه زي زي بالظبط زي على التيك توك كده، تلاقي على طول أيوة. لو جاي في رجوع انساني، وابداي بقى انت كده فوقي لنفسك. بصي تبداي بقى دلوقتي ان انت اولا طبعا ادي الارقام عندك، الفريق الطبي، احنا هنخس بقى. أيوة. احنا هنحط تارجت قدامنا 3 شهور، تمام كده؟ وميزه الثلاث شهور دول بقى بالنسبه لكورس لينك اب ان احنا هناخد كورسين والثالث هديه، ده مبدئيا. طيب احنا عايزين نقفل الشهيه شويه، عايزين نقلل الاكل شويه، فهنبدا ناخد كبسولات سد الشهيه اللي هي كبسولات ذكيه، خلاص اللي موجوده كلها على الانترنت دلوقتي. كبسولات الذكيه دي اما هتاخديها هتبدا تنفش في المعده وتملى المعده، فمش هتاكلي كتير، فدي كده هتسد معاكي الشهيه بصوره كبيره جدا. حتى لو نفسك في حاجه هتاخدي منها بس حته صغيره، فمش هتلاقي نفسك محرومه. يعني عايزه اخد شويه مكرونه هاخدهم، تمام؟ وكمان هتاخدي يعني لو انت من اول 100 متصل ان شاء الله هتاخدي خصم 50% كمان، يعني بصي غير بقى طبعا الهدايا اللي انا عماله اقولها. فمبدئيا هناخد كبسولات سد الشهيه علشان خاطر اكل اللي في نفسي بس كميات بسيطه. تاني حاجه هناخد القهوه الخضراء والمورينجا، دول مهمين قوي، هيحفزوا الحرق، هينزلوا الميه الزياده، لان انا اي جسم فينا بيبقى فيه نسبه سوائل زياده، في احتباس سوائل، ودول هم النسبه اللي بتنزل في الاول شط واحد كده، فده فاعوضها طبعا انا بشرب ميه، بس بينزل الميه المخزنه، وده ميزه القهوه الخضراء والمورينجا، وده لازم تاخديهم لازم جدا. هتاخدي فيتامين د عشان فيتامين د يبدا ينسق لك الجسم، مبقاش فيه سمنه موضعيه. هتاخدي الكولاجين لان اكيد عظمك طبعا متاثر نتيجه الوزن الثقيل، فعظمك طبعا هيبقى وجعي، فهتاخدي الكولاجين. هتاخدي نقط الحرق والراسبري، يعني كورس لينكاب مناسب جدا. بس زي ما بقول هنحط قدامنا هدف 3 شهور، هناخد كورسين وهناخد الثالث مجانا، وهناخد النظام الغذائي كمان مجانا، ومتابعه الفريق الطبي، وهيوصلك لحد اسكندريه مجانا. شفتي بقى كل ده عمال احفزك اهو. والاهم من ده كله الاستمراريه، وده اللي انا باكد عليه. اللي تخناه في سنين مش هنخسه في شهر ولا في اسبوع، هنخسه واحده واحده، مش بس عشان حاجه جسمي، لا علشان جسمي كمان ما يتاثرش، لان لما اخسر كيلوات كتيره في وقت قصير جسمي هيتبهدل. فهنحط تارجت يا شروق 3 شهور وهنخس فيهم، وهنفضل مكملين برضو معانا في عيش حياتك ولينك اب، واتصلي بينا وتابعي معانا ونشوف بقى خسنا قد ايه. يلا ناخد رمضان. رمضان، الو رمضان. الو، ايوه يا رمضان، مساء الفل. ازيك يا دكتور؟ مساء الخير ليك يا دكتور. مساء الجمال، مساء الجمال عليك. تصدق ان النمره جمعت والله؟ لا شفت بقى جمعت اهو، صدق صدق. الحمد لله، صدق اهو موجود على الهواء وكل حاجه. الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ زي الفل حضرتك. الحمد لله تمام والله. الله يخليك. قول لي بتكلمنا منين وانت طيب؟ وسنه سعيده يا رب عليكم كلكم. الله يبارك فيك. الله يخليك. بكلم حضرتك من الفيوم. من الفيوم، طيب قول لي بقى مشكلتنا ايه؟ المشكله دلوقتي احنا رز مكرونه الوزن تمام، ومش قادر اسيبهم. وزنك قد ايه؟ وزني 110. طيب وطولك قد ايه وسنك قد ايه؟ طولي 165 تقريبا. ايوه. وسني 44 سنة. طيب بتاكل كتير؟ انا ما عنديش مشكلة في الرز، المكرونة مش حلوة، ما تسويش المكرونة بالرز، الحاجات اللي طالعة من الأرض اللي ربنا خليها زي الرز، الرز ده نبات أحسن تمام. كتير من الحاجات المصنعة، بس أكله قد إيه؟ يعني هي دي الفكرة، آكل قد إيه؟ أنا مش معنى أنا أقول لك ما فيش رز، ما فيش عيش، ما فيش نشويات، هناكل نشويات، بس ناكلها إمتى؟ كميات قد ايه وناكلها ازاي، هي دي الفكره تمام. علشان خاطر بس ايه، مش ممنوع ممنوع ممنوع، الممنوع ده ما بينفعش ومش بيستمر كتير. المشكله اللي تعبني والله يا دكتوره هي مفاصلي وظهري اكيد مع الوزن، على ركبتي برضو. ما وانت سنك مش كبير، فلا طبعا لازم ان احنا نخس، لازم ان احنا نخس. بص انت 110 كيلو، لو دخلت معانا تحدي شهر وخدت طبعا كورس لينكاب هتقل من 10 ل 15 كيلو في اول شهر،
هنكمل بعد كده، بس قصدي هكمل انا عايز انزل 72. اه طب حلو جدا، وخصوصا ان انت 165 سنتي فمش طويل قوي، فاحنا هناخد معانا كورس كده لينكاب، هناخد اول شهر اللي هو شهر التحدي ده تشد فيه كده شويه مع بعض، وهتاخد الانظمه الغذائيه اللي الفريق الطبي هيقولها لك علشان ان احنا نخسر اول شهر من 10 ل 15 كيلو، ده مبدئيا كده تمام. فهناخد تمام. مكونات الكورس انا عايزالك بما انك بتاكل كتير تاخد كبسولات سد الشهيه، قول لهم كده انا عايز كبسولات سد الشهيه وعايز فيتامين د علشان عظمي واجعني، ركز بقى كده في اللي انا هقوله، لان انت بتقول لان وبعدين انت دلوقتي هتبقى من اول 100 متصل فهتاخد خصم 50%، فده طبعا مهم جدا. الهديه ولا هي دي الهديه؟ يعني اللي انتوا عايزينه، احنا نعمل ايه اكتر من كده؟ طماعين قوي الناس، طماعين جدا يعني. اللي انت عايزه طبعا هتاخد خصم 50% على الكورس، هيوصلك لحد البيت مجانا ومتابعه الفريق الطبي والنظام الغذائي، بس زي ما بقول لك تاخد كبسولات سد الشهيه علشان خاطر انت بتاكل كتير فمحتاجين ان احنا نعمل كنترول على الاكل شويه، ناخد فيتامين د عشان عظمنا واجعنا، فطبعا لازم ان احنا ناخد حاجه تساعدنا في ان الام العظام دي تقل كتير، والكولاجين طبعا مهم جدا جدا، وناخد الراسبري وناخد نقط الحرق، وطبعا بقول اساسي القهوه الخضراء والمورينجا، القهوه الخضراء والمورينجا دول اساسي، انا باخد قهوه خضراء وشاي اخضر والمورينجا دول حاجات اساسيه. ليه؟ بتعمل ديتوكس يا جماعه، بتنقي الجسم من السموم، بتنقي الجسم من اي حاجه ضاره، بتعزز دور البكتيريا النافعه اللي موجوده في المعده. الواحد لازم يحافظ على صحته، مش قصه بقى اخس واتخن، لا لازم احافظ على صحتي. فهتاخد الكورس يا رمضان من الفريق تمام. الطبي، فكرهم وقول لهم انا عايز اخد خصم 50% زي ما دكتوره هبه قالت علشان انا من اول 100 متصل. اكد عليهم والله. ايوه اكد عليهم، اتصل عليهم وضروري ضروري ضروري، والارقام موجوده 50%. الارقام موجوده دلوقتي قدامك على الشاشه او واتساب او لينك صفحه الفيسبوك اللي هينزل دلوقتي عشان تاخد خصم 50% وتكمل معانا شهر التحدي ده، هتخس فيه من 10 ل 15 كيلو عشان ايه؟ تبقى الامور واضحه وتكمل معانا. انا دايما باكد على ان تكملوا معانا، الاستمراريه مش بس يعني مش سحر، هو مش هنخس على طول، لازم نتعب شويه، تعبوا شويه عشان توصلوا للهدف اللي انتوا عايزينه. ناخد فاطمه ونكمل موضوع التعب عشان نوصل للهدف. الو فاطمه. الو صباح الفل. صباح الخير يا دكتوره، ازي حضرتك؟ تمام بخير، بتكلمينا منين يا فاطمه؟ من المنصوره. اهلا بيكي، اهلا بيكي واهلا المنصوره. اهلا بحضرتك. قولي لي بقى. انا مشكلتي ان انا يعني وزني زياده تقريبا 125 كيلو. اوكي سنك قد ايه؟ أنا سني 37، بس أنا كنت لسه مخلفة يعني من سنتين توأم كده مع بعض. ربنا يبارك لك فيهم يا رب، ربنا يبارك لك فيهم، ربنا يخليك. طيب طولك قد إيه يا فاطمة؟ أنا طولي 173 170. حلو، أنا بحب الناس اللي بتديني براح دي في الطول عشان أشتغل براحتي. أنا بحب الناس دي بصراحة. بس هي المشكلة إن أنا يعني لما وزني زاد بقى شكلي يعني. طب الوزن ده مثلا متركز في منطقة البطن أو كده ولا متوزع؟ البطن والرجلين. البطن والرجلين، طيب تمام. جربتي تعملي دايت قبل كده؟ يعني بعد ما ولدت على طول، أنا كنت 135 تمام ونزلت شوية، معلش بس لا لا عادي عادي، متفاعلة أنا عادي مفيش مشكلة. نزلت شوية بس بعد كده وزن يعني وزن ثبت. طيب يعني مش بقلل اكلي وكل حاجه، بس برضه بتقللي اكلك قوي؟ يعني مثلا بتوصلي ان انت بتاكلي مره واحده في اليوم او كده ولا بتاكلي عادي؟ لا بصراحه مش للدرجه دي يعني. ايوه بالظبط يعني. ايوه انا عايزاكي تبقي يعني، عشان انا بس بقول للناس دايما الموضوع الصح ده ان احنا ناكل بدري وعلى مدار اليوم، يعني موضوع الحرمان لا، موضوع ان انا اقلل الاكل قوي لا، اكل كل حاجه متوزعه خلال اليوم، كل ساعتين ثلاثه ادخل جسمي حاجه مع الثلاث وجبات الرئيسيه. يعني اني ما بقتش بنزل يعني، انا كنت لا. الاول متشجعه لما كنت بلاقي نفسي بنزل. اه تمام. لا معانا هتنزلي اولا طبعا مع الكورس زي ما انا بقول، الكورس المناسب ليكي هتاخديه، واهم حاجه ارقام الفريق الطبي يا جماعه علشان خاطر تكلموهم فون او واتساب، ولينك صفحه عيش حياتك هتنزل. بس انا هقول لكم ليه مش بتنزلوا، زي ما بقول ممكن تبقي ماشيه على نظام غلط، مش مناسب لحالتك الصحيه، مش مناسب لجسمك تمام، ما انت اخدتي كده نظام عشوائي. قله الاكل الزياده لا، انا عايزه اخد ثلاث وجبات رئيسيه، ثلاث وجبات رئيسيه، واخد بين كل وجبه والتانيه سناك. السناك ده بقى ممكن يبقى فاكهه، السناك ده ممكن يبقى عصير فريش، السناك ده ممكن يبقى فشار، ممكن يبقى بطاطا، ممكن يبقى خضار، خيار، جزر، خس، ممكن يبقى حاجات كتيره جدا. لكن احنا المشكله ان احنا بنحرم نفسنا، انا اتغديت وفطرت وخلاص على كده، لا خالص، لا انا عايزه اوزع سعراتي الحراريه على مدار اليوم، عايزه احط بروتين. ليه يا جماعه بقول بروتين؟ نباتي او حيواني؟ طبعا الحيواني للناس اللي بتاكل بروتينات حيوانيه افضل. ليه؟
لان البروتين بيستهلك سعرات حراريه عشان يتهضم، فالواحد بيخس، بيساعد ان انا اخس. يعني لما اكل لحمه، لما اكل فراخ، لما اكل سمك، كل الحاجات دي مفيده. لو كلت فول، لو كلت بوكول برضو مفيده. البروتينات مهمه جدا جدا في ان هي تاخد سعرات حراريه علشان خاطر تتهضم، فبتساعد على فقدان الوزن او زياده الوزن. لما اقوم الصبح كده من النوم اشرب ميه، الميه دي زي الوقود كده اللي ببدا بيه يومي علشان نبدا نحرق. ابدا اخد القهوه الخضراء بتاعتي، ابدا اخد المورينجا، وبعدين اقوم كده اصلي مثلا وارجع افطر. افطر برضو الوجبه الغذائيه بتاعتي، اعمل الهول بليت ميل، ده بيبقى فيه كل العناصر الغذائيه، يعني فيه بروتين، فيه نشويات، فيه الياف، فيه فيتامين، فيه كل حاجه. يعني احط بيضه مسلوقه او بيضتين مسلوقين، احط مثلا فول، احط لو جبنه بيضه، احط خيار، احط تفاحه، كل الكلام ده مثلا ومعايا نص رغيف، فهاخد كل العناصر الغذائيه. وما احبش التوست الاسمر، لا، العيش البلدي افضل. بعدها بساعتين ابدا ان انا اخد سناكس اللي انا قلت عليها، ابدا اشرب المشروب بتاعي من غير سكر، ابعد خالص عن السكر، ابدا اعدل حياتي ونظام حياتي. ابدا ان انا ممكن اعمل طبق سلطه خضراء، اشرب الحاجه اللي انا بشربها، بس زي ما بقول نشيل السكر، ويا ريت نشيل السكر الدايت. انا مش عايزه لساني يتعود على الطعم المسكر، انا عايزه ابعد عن الطعم المسكر. اجي بعد كده للغدا، زي ما بقول بجهز طبقي مسبقا، يعني انا بجهز الطبق بتاعي وابدا ان انا احط فيه زي ما بقول كل العناصر الغذائيه علشان يبقى جاهز. بعده ساعتين ثلاثه اخد سناكس، واخر حاجه تدخل بطني الساعه 9 10 بالليل تبقى تفاحه، سلطه فواكه، علبه زبادي وخياره، نص رغيف، اي حاجه في نفسك. هتلاقي جسمك بدا يتحفز ان انت تحرقي. طبعا ما تنسيش ارقام الفريق الطبي، قلت لكم دلوقتي يعني ممكن سيستم اغلب الناس تمشي عليها يفرق معاهم جدا انه جسمهم يخس ويبقوا كمان في حاله افضل لانه فيه كل العناصر الغذائيه. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل ومكملين في عيش حياتك وازاي نخس من غير حرمان. مكان ما تسمعش فيه غير صوت أفكارك. اكتشاف حياة بين السماء والبحر. سبع درجات للون البحر. على أجمل 10 شواطئ في العالم، اسمرالدا بين في اسبانيا، سيدي حنيش بالساحل الشمالي. اكتشاف احدى مشاريع كليوباترا هوتيلز اند ديفلوبمنتس. كنت معاكم مي حلمي. توك برافو يا مي، فركش يا مسكره اللي بالشباك يا معسله. ايه الجمال والحلاوه دي وربنا، ده انت على اقسم بالله على مي. ايه اقسم بالله دي. ما شربتش حاجه ليه؟ هنشرب دلوقتي اهو. لا استنى، اصل احنا بنشرب لوبي سر رشاق. لوفي سكر دايت، لوفي للتحلية بدون زيادة في الوزن، طعم السكر الطبيعي مع لوفي سكري مظبوط. لوفي متوافر في جميع الصيدليات. على القهوة ميزة كده منه، فيه على طول في بيتنا خش تلاقي، لو طالبة طاقة اديها طاقة، اوعى الرشاقة في العلبة دي، ما احنا في اللبن فاهمين. ابو اللبن جبنة ولبن جامدين. ايه سبب نشاطك وحيوتك يا كابتن؟ يا ابني كله سيز. لما في كبسوله واحده ناخد الاوميجا 3 مضاد للالتهاب الطبيعي، وفيتامين الف الهام جدا للجهاز المناعي، وفيتامين د الهام جدا 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 في المناعه، كل ده في كبسوله واحده، يبقى الجلوسيز من افضل الحاجات اللي ممكن نعتمد عليها في زياده المناعه في الفتره اللي احنا عايشين فيها دي في كورونا. اعتمدوا على الجلوسيز هيزود مناعتك. رجع
رجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل الفاصل قلت لكم زي نظام كده تغذية تمشوا عليه علشان خاطر الناس اللي جسمها دخل في بلاتو ومش بتخس، أو الناس اللي حاسة بملل أو جسمها ثابت. فقبل الفاصل قلت لكم نظام كده تقدروا تمشوا عليه من ساعة ما تصحوا الصبح لحد ما تناموا بالليل. بس أولا صوروا الأرقام الموجودة على الشاشة، أرقام الفريق الطبي اللي أنا فعلا بشكرهم على المتابعة بتاعتهم مع الناس، واتساب أو فون، ولينك صفحة عيش حياتك نزلت قدامكم علشان أي استفسارات تخص الدايت. بيجي لنا أسئلة كتيرة جدا جدا، وكل الردود عندنا ما تقلقوش، يعني ما بعطلش في أي سؤال. أي سؤال يخص الدايت والتغذية هتلاقوني برد عليه على طول، ومعايا طبعا الفريق الطبي الخاص بعيش حياتك. ومعانا النهاردة كورس لينكاب مرة تانية علشان نخس ونخس صح ونفقد الكيلوات الزيادة وجسمنا يبقى أحسن وصحتنا أفضل، وكمان ما نحسش إن إحنا محرومين، ناكل كل اللي في نفسنا وهو ده الغرض. وده الأساس اللي بيخلي الناس تمل من الدايت، إن هي نفسها تاكل حاجات ومحرومة منها. وبعدين عايزين إن إحنا زي ما بنقدم في عيش حياتك كده، إن أنا يبقى عندي وجبة غذائية متكاملة فيها كل العناصر وقليلة السعرات الحرارية، وعلشان تصمد معايا أخدها بقى فطار، أخدها في نص النهار علشان خاطر تفضل مكملة معايا وتبقى بسيطة. ممكن أخدها معايا في علبة خلال اليوم مثلا بتاع الشغل زي ما أنا هوريكم كمان شوية. بس ناخد فريدة ونكمل. ألو ألو فريدة، ازيك يا دكتور؟ فريدة على اسم بنتي دليدة. طيب دليدة برضو مش مشكلة، نجيب دليدة. صباح الخير. صباح الجمال يا حضرتك، بتكلمينا منين؟ نور، ازاي حضرتك؟ من القاهرة. تمام، منورانا. قولي لي بقى مشكلتنا ايه؟ بصي، هو انا اولا بس كنت عايزه اقول لك ان انا بحبك جدا وبثق فيكي جدا. حبيبتي ميرسي ميرسي، ربنا يخليك. الحقيقه الحمد لله، يعني اختي كانت بتتابع معاكي من سنتين. الحمد لله يا رب، الحمد لله. الحمد لله نزلت بطريقه كويسه. طب الحمد لله، دي شهاده. عشان كده بقول يا جماعه بنشكر فريق العمل والله بجد. قولي لي بقى، فانت عايزه تخسي زي اختك؟ بصي يا دكتور، انا بصراحه عندي مشكلتين، فانا بكلمك حضرتك، يعني بكلم حضرتك بخصوص حلاله العقد. انا قولي حلاله المشاكل. ربنا يخليكي لينا طبعا حبيبتي. قولي لي. بصي يا دكتور، اول حاجه انا عندي 28 سنه. اوكي. آه، كنت 72 كيلو، انا دلوقتي 105. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انا يعني الحمد لله كنت عملت حادثه كده من فتره. ربنا يعافيك يا رب. امين يا رب. من 8 شهور بالظبط. فبعديها بدأت أخد علاج تقريبا في كورتيزون، فجسمي بدأ يتنفخ، بدأت أزيد بطريقة غريبة. أوكي تمام. ولسه بتاخدي العلاج ولا بطلتيه؟ أنا لسه مبطلة بقالي يعني أسبوع، وبس احتمال أرجع أخده تاني. يعني كنت بتاخدي مسكنات؟ أو طبعا باخد مسكنات. تمام أوكي. طيب الحالة الصحية استقرت دلوقتي إلى حد ما؟ أو الحمد لله. بتتحركي ولا قاعدة؟ لا بتحرك، يعني بتحرك بس مش قوي. طيب تمام. بصي بقى ركزي كده معايا عشان هقول لك شويه تيبس كده، وبعدين نبقى نعمل بقى الوجبه الغذائيه بتاعتنا اللي انا بقول انها فيها كل العناصر عشان نبقى ناخدها معانا في الشغل او خلال اليوم. بصي، انت طبعا الحادثه سببت ان انت تقعدي، الاتحركه، تاخدي ادويه. الادويه المسكنات بتعمل احتباس سوائل، بتعمل حاجه اسمها ووتر ريتينشن. يعني ايه؟ يعني جسمي بيخزن ميه، المياه دي بتبقى صعب جدا ان انا اطردها، فدي بتزود الوزن. ممكن تكوني بتاخدي كورتيزون بسبب زياده في الوزن. هي زياده خداعه او كاذبه زي ما بيقولوا، بس بتاخد وقت على ما هي تنزل، خصوصا لو جرعاته كبيره. فانت كان عندك مشكله ان انت قاعده تاخدي علاجات ممكن تكون سبب في زياده الوزن لمده طويله 8 شهور. فهنبدا ان احنا نسحب اثار العلاج ده مره واحده مع الوقت. طبعا احنا هنسحبها ازاي؟ هنسحبها مع الوقت ومع كورس لينكاب اللي مناسب جدا جدا لحالتك. ونبدا ان احنا زي ما بقول نوزع الوجبات الغذائيه خلال اليوم وناكل الحاجات المهمه. عايزاكي تعتمدي على البروتينات في اكلك علشان خاطر تزود الحرق، تعتمدي على الالياف اللي بتتحول لصوره جيلاتينيه في المعده زي البطاطا، البطاطس، الحاجات دي كلها بتبقى حاجة غروية كده يعني جيلاتينية علشان خاطر تملى المعدة، فمهمة جدا. وتبدأي تاخدي معانا القهوة الخضراء والمورينجا وكبسولات سد الشهية، وتاخدي معانا فيتامين د مهم قوي، وان شاء الله تبقي من اول 100 متصل علشان خاطر تاخدي خصم 50%. ما تيجوا نشوف السلطة اللي احنا هنعملها اللي هي سلطة الراهب. هي فيها اول حاجة كده، بصوا، بتنجان زي البابا غنوج كده. البتنجان طبعا فيه كمية عناصر غذائية فظيعة، ده بيبقى مشوي ومعمول زي البيوريه البتنجان ده. تمام. طبعا في حديد واحنا عارفين، طحينه معموله جاهزه، الليمون ودبس الرمان، والرمان شخصيا بقى انا جايبه لكم الرمان شخصيا عشان برضو الحديد. فالوجبه دي مشبعه جدا، فيها عناصر غذائيه كتيره قوي قوي، سعراتها الحراريه قليله. الناس اللي مش بتحب الطحينه او عندها مشكله في السعرات الحراريه تقدر ان هي تاخد ممكن مايونيز لايت او اي حاجه، مع ان انا مش مع الحاجات اللايت قوي يعني، بس ناخد ام احمد واحنا شغالين. الو الو ام احمد، صباح الجمال. صباح النور، ازيك يا دكتور؟ تمام يا حبيبي زي الفل. قولي لي بتكلمينا منين؟ انا بكلمك من المنصوره.
احنا النهارده تاني مكالمه المنصوره جماعه، تاني مكالمه المنصوره. اهل المنصوره مركزين معانا، قولي لي بقى مشكلتنا ايه؟ الشرف لينا يا دكتور. حبيبتي الله. حبيبتي الشرف ليا والله. شايفه السلطه اللي احنا بنعملها دي؟ انا بحب اعمل لكم، بحب اعمل لكم حاجات خفيفه تقعد معانا طول اليوم علشان خاطر ما نحسش ان احنا جعانين، مع كورس لينكاب كمان، فالدنيا بتظبط معانا جدا. بصوا بقى قولي لي بقى مشكلتنا ايه يا ام احمد؟ انا بكلمك بخصوص حماتي يا دكتور. انا حماتي تعبانه جدا، هي وزنها 130 كيلو دلوقتي. تمام. كانت سنها قد ايه؟ عندها 53 سنه. تمام. حضرتك عايزه تعرفي الطول؟ يا ريت لو انت قولي لي طويله قصيره متوسطه. يعني هي قولي كده مثلا في حدود يعني 165 163، يعني هي مش طويله او مش قصيره قوي. تمام تمام اوكي. طب عندها اي مشاكل صحيه؟ عندها الفقره الثالثه والرابعه تعبينها جدا اكيد. عندها خشونه وعندها السكر. بصوا السلطه بتاعتنا اهي بقى عشان تتفرجوا عليها، هي كلها حديد يا جماعه وفلافونويد وكل حاجه. قولي لي كملي. عندها السكر وعندها الضغط. تمام. كانت شايله المراره من سنتين. تمام اوكي. هي تعبانه جدا جدا ومش بتقدر تتحرك. انا عاجبني قوي يعني الستات الجميله اللطيفه، وده تاني مكالمه لينا النهارده، واحده تطلب كورس لحماتها. بس اهم حاجه قبل ما تقفلي ليكي هديه النهارده، فخدي ارقام الفريق الطبي كده عشان تتواصلي معاهم. ما تقفليش غير لما يبعتوا لك الهديه بتاعتك النهارده مع كورس لينكاب، عشان بس ايه ما تنسيش. بس انا هكرر مره ثانيه، العفو حبيبتي، انا بكرر مره ثانيه ان انا مبسوطه جدا من الستات اللي بتدور على حمواتها، علشان بس الستات المظلومه اللي بيقولوا ان هم وحشين، لا احنا عندنا النهارده تجارب كده واضحه جدا معانا، ستات قد ايه جميله وبتدور على صحه حمواتها. دي امك الثانيه من الاخر يعني. طيب هنعمل ايه بقى علشان خاطر هي طبعا زي ما بتقولي عندها مشاكل في الفقرات نتيجه الوزن الزياده، فلازم تخس، لازم تخس، مش اوبشنال، لا ده اوبليجاتوري، يعني اجبار كده ان هي لازم تخس. هتعملي ايه؟ هتاخدي كبسولات سد الشهيه، تاخدي المورينجا والقهوه الخضراء. بصوا يا جماعه الثلاث حاجات دول اساسيين، يعني لما تتصلوا بالفريق الطبي انتوا كده من نفسكم اطلبوهم، قولوا لهم احنا عايزين الحاجات دي علشان الحاجات دي اساسي ان انتوا تاخدوها. تمام، يعني دي حاجات اساسيه. تاخدي فيتامين د علشان خاطر عظمها اللي واجعها، وهتاخدي طبعا الهدايا اللي بقى اللي موجوده مع الكورس على حسب الحاله. ليكي طبعا هدايا النهارده فيتامين، هتاخدي زنك او فيتامين سي، اوميجا 3، شامبول علاجي، كريم البشره، هتلاقي الهدايا اللي خاصه بيكي طبعا. بس انت النهارده هتاخدي هديه علشان خاطر تناسب حاله حماتك ان شاء الله. لو انت من اول 100 متصل هتاخدي كمان خصم 50% علشان خاطر تبقي فزتي بقى بكل حاجات عيش حياتك النهارده اللي احنا عمالين نقولها من اول الحلقه. طيب في معلومات خاطئه كده او مبادئ كده خاطئه، حد يقول لي مثلا انا اعمل الاكل بزيت ولا بسمنه طبيعيه او سمنه بلدي؟ سمنه بلدي طبعا، سمنه بلدي طبعا، محدش يقول ان هي لا دي غلط، لا هي اللي صح، الزيت هو اللي غلط. كميات بس بسيطه، يعني الطبخه اللي حضرتك هتعمليها معلقه السمنه البلدي هتتوزع، فما تاخدوش زيوت كتير، لا ارجعوا لجدودنا كده السمنه البلدي. ناخد نورهان. الو 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 صباح نورهان. صباح الفل، صباح الجمال، عامله ايه يا دكتوره؟ تمام حبيبتي زي الفل. تكلمينا منين؟ من 6 اكتوبر. تمام، جنبنا ده، انت جارتنا جنبنا هنا بقى. ايوه حبيبتي، قولي لي مشكلتنا ايه؟ انا وزني زايد شويه ومش عارفه اعمل ايه. وزنك قد ايه؟ طيب بسرعه بسرعه عشان نلحق نرد عشان الحلقه. 120 كيلو. 120. سنك قد ايه؟ 30 سنه. 30. إيه مدام يعني متجوزه حامل خلفتي او كده ولا انسه؟ لا انا مدام. يعني دي نتيجه ولاده ولا زياده الوزن ليه؟ لا نتيجه ولاده. نتيجه ولاده. وارجع واقول ما تتضايقوش، يعني كويس جدا، ربنا الحمد لله ادانا نعمه، هي نعمه ولادنا، فلازم ان احنا طبعا نحافظ عليها ونحافظ على نفسنا عشانها. يعني انا دايما عندي المبدا ده، ان انا بحافظ على نفسي عشان ولادي، علشان انا السند بتاعهم، علشان انا ابقى صحتي كويسه. فاحنا لازم نخس، لازم نخس. احنا سننا صغير 30 سنه، حلو جدا، نقدر ان احنا ناخد كل مكونات كورس لينكاب اللي موجوده عندنا النهارده، ويا ريت نقدر نتحرك كمان، يا ريت نقدر نتحرك، يا ريت نشرب ميه كتير، يا ريت نبعد عن الحاجات الغلط، المياه الغازيه، السكر الكتير، العيش الفينو وما شابه، والكرواسون والباتيه وكل الحاجات دي كلها، الملح الكتير، الدقيق الابيض، بقول كل الحاجات اللي فيه، المشروبات الطاقه، القهوه الكتير، الكافيين، نبعد عن الحاجات الوحشه الكتيره دي، ونبدا ان احنا نحول حياتنا لحياه صحيه. نقدر ان احنا زي ما بقول انت مع سنك والوزن بتاعك هتاخدي كورس لينكاب. تعالوا كده نشرح بقى ونقول الكونكلوجن كده بتاعنا النهارده. احنا كان معانا كورس لينكاب، كورس مسجل ومرخص من وزاره الصحه، مكوناته كتيره جدا، طبعا بتفرق على حسب حالتك الصحيه. عندي القهوه الخضراء، عندي اعشاب المورينجا، عندي فيتامين دي، عندي الكولاجين، عندي الراسبري، عندي نقط الحرق، عندي حاجات كتير. اللي بتقوليه ده يا دكتوره؟
اللي انا بقوله ده كل الحاجات اللي هتساعدني في القضاء على اسباب السمنه. باكل كتير في كبسولات سد الشهيه، عايز احرق عندي القهوه الخضراء والمورينجا، عظمي بيوجعني عندي الكولاجين، عندي سمنه موضعيه فانا عندي فيتامين د علشان خاطر السمنه الموضعيه. فده معناه ان كورس لينكاب كورس مسجل ومرخص من وزارة الصحة، وأهم حاجة أنه بيقضي لي على أغلب أو كل الأسباب اللي بتسبب السمنة. ومش بس كده، في متابعة الفريق الطبي مجانا، الكورس بيوصلنا شحن مجاني لحد البيت، غير طبعا الهدايا. لو أنت من أول 100 متصل النهاردة هتاخد خصم 50%، لو أخدت كورسين هتاخد التالت مجانا، أنا عمالة أشجعكم. غير طبعا زي ما بقول كل شوية هدايا كتيرة جدا، كل حاجة مناسبة لحالتكم. فكل الناس اللي عايزة تخس بس مش أي خساسين، تخس صح، تخس من غير حرمان وجسمها يبقى افضل، وما اطلعش من الدايت عندي انيميا ولا عندي هالات سودا ولا شعري بيقع ولا عظمي بيوجعني ولا حد يبص في وشك يقولك انتي خسه، انتي وشك شاحب كده ليه، انتي الاول كنتي احلى. عشان في ناس بتقولي الكلام ده وبتضايق جدا، انتي الاول كنتي احلى، فين الخدود وفين الكلام ده. لا، التخن مش صحه، بالعكس انا لما اخس هبقى اصح وهحمي نفسي من الضغط والسكر والقلب وكل الامراض المزمنه اللي السمنه اساسها. وكمان اي حد عنده امراض مزمنه، السمنه بتساعد على استقرار الحاله، لان احنا عارفين طبعا ان اللي عنده مرض مزمن مش بيخف، لكن المهم انه يحاول يعمل على استقرار حالته الصحيه. كل ده هيتم ازاي؟ هيتم معانا مع كورس لينكاب اللي انا بكرر مره تانية. خليكم كده نصحين وتبقوا من اول 100 متصل علشان خاطر تاخدوا خصم 50% ويوصلكم لحد البيت. ناخد احمد قبل ما نقفل. الو. الو احمد، مساء الفل. مساء النور، ازيك يا دكتور؟ قول لي، احنا بنكلمنا منين؟ من القاهرة. من القاهرة، تمام. ايه مشكلتنا؟ هاي دراسي انا طولي 186. اوكي، تمام. وزني 150 كيلو. تمام. عندك كم سنة؟ عندي 29 سنة. 29. حاولت تعمل دايت؟ حاولت تخس قبل كده؟ حاولت اعمل دايت كتير، كنت كل مرة بتفشل، يعني بتبدأ معايا في الفشل. بتبدأ بالفشل ولا انت بتبدأ كويس وبعد كده بتزهق؟ بتبدأ فشل؟ ايه بتبدأ فشل دي؟ بتبدأ فشل، يعني من اول يوم. هي بتبدأ فشل. انا بيعجبني جدا اللي بيجي يعمل دايت ويقول لي هو اليوم الفري امتى؟ بيبقى اول يوم اصلا ويقول لي هو اليوم الفري امتى؟ مع ان مفيش حاجة اسمها يوم فري، خد بالك، هي اسمها وجبة فري. يعني مش يوم فري، احنا يوم فري ده يبوظ الدنيا كلها، فاحنا عندنا وجبه فري. فانت الحمد لله بتقولي ان انت عملت دايت كتيره وكان بدايتها فشل، فطبعا الحمد لله، بس ان شاء الله معانا بدايتها نجاح. يعني ايه، احنا داخلين على يناير اهو ونكون انسان جديد ونبدا سنه جديده، ونبدا ان احنا معانا مع عيش حياتك ومع كورس لينكاب ان احنا نخس ونخس صح وناخد الحاجات المناسبه لينا. طبعا الحمد لله انت الطويل 186 سنتي، يعني مديني برضو براح ان انا اشتغل براحتي، بس الوزن لازم يقل. ده انا عايزه اشيل مثلا من الوزن ده 50-60 كيلو هينزلوا، بس مش بسرعه، عشان بس تبقى الامور واضحه، هينزلوا بس مش بسرعه، علشان النزول بسرعه ده غلط. النزول بسرعه هرجع بسرعه، النزول بسرعه همل زي ما انت بتقول وهفشل، وانا ضد الفشل. انا ما بعترفش بكلمه فشل، وما بعترفش بكلمه عجزت، وما بعترفش بكلمه عاجز. انا الثلاثه دول بتضايق منهم جدا، لان طول ما احنا عايشين ونفس داخل ونفس خارج لازم احنا نبقى مكملين. فاحنا هنخس، والميزه ان انت هتاخد معانا كورس يكفي شهرين، فهتاخد الثالث مجانا. هتبدا تمشي على الانظمه الغذائيه اللي الفريق الطبي هيحطها لك، هيقولوا لك تفطر ايه وتتغدى ايه. هل في خطر على السكر؟ لا بالعكس بقى، انت عندك سكر؟ اه. وانت عندك 29 سنه فانت صغير، ده احنا عايزين حاله السكر تبقى افضل، يبقى في استقرار في حالتك الصحيه. كل ده هيبقى معانا مع القهوه الخضراء والمورينجا اللي موجودين في لينكاب، فمهم قوي قوي، لان هم زي ما بعيد مره تانية بيعملوا على استقرار نسبه السكر في الدم. والانسولين والدهون اللي بتبقى في البطن دي يا جماعه، الكرش مش بس مجرد منظر، الكرش ده والدهون اللي بتبقى فيه بتفرز انسولين، وكل ما تفرز انسولين الانسولين الخلايا تقاومه، في مقاومه انسولين، فتلاقي دايره مفرغه، فيعمل ايه؟ تلاقي الجلوكوز تايه كده في الدم، فيعمل لي سكر من النوع الثاني اللي هو زيك. فلازم نخس، لان مقاومه الانسولين بتؤدي للاصابه بالسكر من النوع الثاني، وبيبقى اساسها طبعا الاكل الغلط والدهون اللي بتكون متركزه في منطقه البطن اللي هي بتفرز انسولين. فهتاخد القهوه الخضراء والمورينجا، هتبدا تاخد كبسولات سد الشهيه اللي انا اعيد مره ثانيه واقول دي الكبسوله الذكيه اللي كل الناس بتدور عليها، اللي لما باخدها بتملى المعده، بتعمل زي البالون. شوفوا كده التكنيك بتاعها على جوجل مثلا او على اليوتيوب، هي بتبقى زي البالون بتنفش جوه المعده، فبدل ما المعده بيبقى حجمها قد كده، لا دي بتدخل تاخد 60% 70% منها، فبيبقى فاضي جزء بسيط جدا،
تمام؟ هو ده الجزء ده اللي بيدخل فيه الأكل بس، فعشان كده بتبقى كمية الأكل قليلة. كل ده طبعا مع كورس لينكاب ومتابعة الفريق الطبي مجانا، وهعيده لكم مرة تانية علشان نختم بيها بقى كده الكونكلوجن المحصلة كده علشان الناس اللي بتتابعنا. كورس لينكاب للقضاء على كل الأسباب اللي بتأدي للسمنة. زي ما بقول، لو مشكلتك الشراهة والنهم والأكل الكتير، الأكل العادي أو الحلويات هنقضي عليها، لو مشكلتك الحرقة هنقضي عليه. قبل ما نقفل أهم حاجة صوروا أرقام التليفون، اتصلوا فون أو واتساب، ولينك صفحة عيش حياتك نزلت قدامكم ومعانا في عيش حياتك. استنونا في حلقة جاية وإزاي نخس من غير حرمان ونبقى أحسن كمان.